وما معنى قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا؟ نعم، هؤلاء لما كتب الله عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فيه ناس لما كتب عليهم القتال استثقلوا القتال، ولو أنهم قبلوا فالواجب على المسلم أنه يمتثل أوامر الله ولا يستثقل شيء من أوامر الله عز وجل كالقتال أو الصلاة، إذا دعي للصلاة ما يتثاقل، أو دعي للجهاد ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. إذا أمر بمعروف فإنه يمتثل، إذا نهي عن منكر يمتثل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمسلم يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه بحسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو الخير، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذا هو الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. نعم.